بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن أدوات دخول عالم الترجمة الذكي. ما هي أدوات دخول في عالم الترجمة الذكي؟ إنها ليست شيئا معقدا أو صعبا أو مستحيلا، بل هي خليط من خدمات الويب وبرمجيات الحاسب التي يمكن لجميع أفراد وشركات ومؤسسات إتقان العمل عليها وتوظيفها توظيفا جيدا. يضفي الذكاء على ما يقومون به من أعمال ترجمة، ويصبحون جزءا من مهنة تغيرت وأسقطت حدود المكان والزمان من مجال حركتها، وباتت تتحرك على جناح السرعة والدقة في شتى الاتجاهات وكل الأوقات، مدفوعة بضغطات على أزرار لوحة مفاتيح الحاسب أو أخذ وورد مع مواقع وساحات إلكترونية تغص بالعلم والمهارة والعمل والمواد اللازمة له. هذه المحاضرة مهمة جدا اللي بيشتغلوا فريلانس ترانزليشن أو حابين يدخلوا هذا المجال، مجال الترجمة الذكية. يقسم خبراء الترجمة الأدوات التي تمكن المترجم من الدخول بقوة وفعالية إلى عالم الترجمة الذكية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول وهي برامج وأدوات الترجمة الآلية، والهدف منها تقديم المعنى الأساسي للجمهور غير المتخصص، وتفيد المترجمين في النصوص التقنية التي ليس بها إبداع أو تحسينات لغوية أو مجاز أو جمل مركبة. ونظرا لأن الاستثمارات في الترجمة الآلية باهظة التكلفة من حيث المعدات والأجهزة والبنية التحتية، تلجأ إليها فقط شركات الترجمة الكبيرة ذات الميزانيات العملاقة وشركات التوثيق أو الكتابة التقنية. وتمتاز أدوات الترجمة الآلية بانخفاض دقة الترجمة، وتحتاج إلى الاستثمار في المراجعة البشرية من أجل تحسين دقة وجودة الترجمة. ومن الأمثلة الشهيرة خدمة ترجمة جوجل ترانسليت، وحتى تحقق هذه الأدوات أعلى كفاءة لا بد من استخدام ما يسمى باللغة المقيدة Control Language، وتمتاز باستخدام جمل بسيطة مباشرة خالية من التراكيب المعقدة، ولا تحتمل أكثر من معنى واحد. النوع الثاني برامج وأدوات مساعدة المترجم Computer Assisted Translation، والهدف منها مساعدة المترجم على تحسين كفاءته وتحسين الدقة والجودة في الترجمة، ومنها برامج ذاكرة الترجمة وبرامج إدارة المصطلحات والقواميس الإلكترونية والمدقق الإملائي والمدقق النحوي وأدوات المقابلة بين النصوص الأصلية والنصوص المترجمة لتحويل الملفات المترجمة بالطريقة التقليدية إلى نصوص قابلة للتخزين والإدخال في ذاكرة الترجمة، ومنها برامج التعريف الضوئي على الحروف لتحويل النصوص المطبوعة إلى نصوص رقمية قابلة للتعديل والتحرير والتخزين والاسترجاع على الحاسب. وأغلب برامج الترجمة المساعدة تحتوي على أدوات متخصصة في إدارة المصطلحات وتوحيدها، من أشهرها SDL Trados Multiter، ومن أفضل الأدوات في استخراج المصطلحات من النصوص برنامج ديجابور. وهي في الحقيقة هناك مشكلة كبرى يعاني منها المترجمون، وهنا بابليون لايف ترانسليشن، وطبعا هذا من البرامج المستخدمة في مصر فيما يتعلق بالمصطلحات وإدارتها. وأكاد أزعم أن 10% من المترجمين في مصر هم الذين يعرفون أدوات إدارة المصطلحات ويتقنون استخدامها، كما يعاني عدد كبير من المترجمين من نقص الوعي بمفهوم المصطلح ودرجته ومستواه وتوظيفه. النوع الثالث أدوات الأقلمة Localization،
ونطلق عليها في العالم العربي اسم التعريب، لكن العالم يطلق عليها اسم الأقلمة نظرا لاختلاف اللغة في كل دولة. والهدف منها ترجمة البرامج ونظم التشغيل وبرامج تعريف الأجهزة ومواقع الويب. وهذه النوعية من البرامج مصممة لتقليل أخطاء المترجمين الذين لا يعرفون أكواد البرمجة أو لغات تصميم مواقع الويب، حيث تقدم للمترجم واجهة تجعله يترجم النصوص فقط وتحمي أكواد البرمجة وتصميم مواقع الويب من التعديل أو التغيير. هناك نماذج لأدوات المترجم الذكي المجانية. من المؤكد أن برامج الترجمة المساعدة باهظة التكلفة للغاية بالنسبة لمترجم مبتدئ، فسعرها يصل إلى قطع آلاف من الدولارات أو اليورو. فكيف يمكن لطلاب أقسام اللغات في الكليات والمعاهد التدرب على هذه الأدوات؟ من المبادئ المعروفة في عالم البرمجيات أن المبادئ دائما تكون ثابتة، وإنما يختلف طريقة التطبيق أو واجهة الاستخدام. فعلى سبيل المثال، كل برامج تنسيق النصوص تعمل بالمبدأ أو القوانين نفسها، وإنما تختلف فيما بينها في السهولة وعدد المزايا وواجهة التعامل، وبالمثل برامج تحسين الصور أو برامج العروض التقديمية وهكذا. وعلى هذا النحو أيضا تسير برامج الترجمة المساعدة، ففي جوهرها متشابهة وإنما تختلف في الشكل وطريقة التنفيذ. أولا، من هذه الأدوات مجموعة جوجل لأدوات المترجم. وسنتعرض هنا لنبذة سريعة عن كيفية استخدام برنامج جوجل الشهير للترجمة المساعدة جوجل ترانزليتر تول كيت، مجموعة أدوات المترجم الذي يعد من برامج الترجمة المساعدة المجانية المتاحة لأي مستخدم للويب، مع استعراض بقية أدوات المترجم المساعدة وأسعارها وكيف الحصول عليها، مع العلم بأن الكورس المدمج المصاحب للمجلة يحتوي على نسخ تجريبية لبعض وأدوات الترجمة. وطبعا هنا جوجل ترانسليتر تول كيت، هذا هو البرنامج. أولا، الاشتراك في خدمة أدوات المترجم. إذا كان لديك حساب في بريد جوجل جيميل، سيكون بإمكانك استخدام الخدمة على الفور إذا دخلت على الرابط التالي http://translate.google.com/toolkit. تحميل المستند المطلوب ترجمته. تتيح لك الخدمة اختيار ترجمة ملف أو مستند على الحاسب أو صفحة على الويب أو مقال في الويكيبيديا أو مقال في بوابة المعرفة knowledge، وحسب اختيارك تتغير العقول المصاحبة. 3، تحديد تذاكرة الترجمة. بعد اختيار النص المطلوب ترجمته من الخطوة السابقة، اضغط على كلمة شيرنج، وذلك لاختيار ذاكرة الترجمة العامة المشتركة أو ذاكرة ترجمة جديدة. إذا اخترت إنشاء ذاكرة ترجمة جديدة، انقر على Create ATM وحدد اسم ذاكرة الترجمة المطلوبة. وأما ما إذا كانت هذه الذاكرة الجديدة مشتركة مع الجميع أو شخصية، بعد ذلك اضغط على زر ATM. بعد الانتهاء من تحديث ذاكرة الترجمة، اضغط على زر Upload for Translation. بدء الترجمة. الميزة المبتكرة في خدمة أدوات المترجم أنها تمزج بين الترجمة الآلية والترجمة البشرية، حيث تترجم النص آليا باستخدام خدمة جوجل ترجمة، ثم تتيح للمترجم مراجعتها وتنقيحها. وبعد الانتهاء من الجملة، اضغط على زر Next. يمكن تقسيم جملة إلى جملتين أو دمجهما معا، وعرض الأدوات في النصف السفلي من الشاشة. كما يمكنك البحث عن مصطلح مخصص وإدخاله في Custom Translation Search، ويمكنك عرض إحصائيات الترجمة التي تقدم لك بيانات عن عدد الكلمات والمؤشرات عن الترجمة الآلية والترجمة التقريبية من ذاكرة الترجمة. وهكذا، بعد الانتهاء من الترجمة، اختر قائمة Edit، ثم اضغط على أمر Translation Complete، ثم اضغط على زر Save، ثم حدد طريقة المشاركة مع الآخرين. وإذا كان النص مقالة في الويكيبيديا، بعد أن تنتهي من الترجمة اختر Share، ثم Publish the Source Page. ثانيا، برنامج أوميجا تيم مفتوح المصدر.
هذا البرنامج مصمم بلغة الجافا، وهي عبارة عن تطبيق لذاكرة الترجمة، ويستهدف المترجمين المحترفين، حيث يقابل النص المطلوب ترجمته بذاكرة الترجمة، ويترجم النصوص المقررة تلقائيا، ويمكنه ترجمة مشروعات كبيرة متعددة الملفات، بالإضافة إلى احتوائه على مسارد المصطلحات، مع القدرة على التعرف على الأشكال الصرفية المختلفة للمصطلحات، ويتوافق مع العديد من الملفات بالعديد من الصيغ، كما يتوافق مع تطبيق ذاكرة الترجمة الأخرى التي تعمل بصيغة تي ام اكس، والبرنامج وجميع ملحقاته والأدوات المصاحبة على الكورس المدمج للمجلة، ويمكنك الحصول على المزيد من تفاصيل حوله من موقعه www.omega.org. إذا هذا هو البرنامج الثاني. البرنامج الأول جوجل ترانسليتر تول كيت، والآن هو برنامج أوميجا تي. خدمات الترجمة الآلية على الويب. تتجلى أهمية مواقع الترجمة الآلية للمستخدم العادي الذي لا يعرف اللغات الأجنبية، حيث تفيده في معرفة المعنى العام للنصوص الأجنبية أو محتوى الموقع الذي يتصفحه، ولكن هل تقدم ترجمة دقيقة أو سليمة؟ فأغلب هذه المواقع تعتمد على الترجمة الإحصائية وليس الترجمة المبنية على قواعد النحو واللغويات، ولهذا في كثير من الأحيان تكون الترجمة مضحكة أو ليس لها معنى على الإطلاق، ومن ثم لا يستطيع المترجم المحترف التعويل عليها أو الاعتماد عليها في عمله، وينبغي عليها أن يستخدمها بذكاء حتى يتغلب على ما بها من عيوب ويستفيد مما بها من مزايا. من أفضل طرق استخدام مواقع الترجمة الآلية التعامل معها كقاموس يعرف من خلاله معنى الكلمة أو المصطلح، وينبغي على المترجم أن يعرف أن أغلب هذه المواقع تعتمد على تخزين كميات كبيرة من النصوص العامة المترجمة من المؤسسات الدولية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الإخبارية والصحف وغيرها، ومن ثم فإن مواقع الترجمة الآلية قد تكون مفيدة للغاية في ترجمة هذه النوعية من النصوص. خدمة جوجل ترجمات ترانسليت جوجل.com، وهذه كمان خدمة أخرى وهي خدمة مجانية تقدمها شركة جوجل للترجمة الآلية، وتعتمد على الترجمة الإحصائية، ويمكن استخدامها في ترجمة نص أو وثيقة أو صفحة على الويب. ومن الممكن استخدام هذه الخدمة في ترجمة النصوص من العربية إلى لغة أجنبية أو العكس. ويلاحظ أن مستوى الدقة بين اللغة العربية وغيرها من اللغات أقل بكثير من مستوى الدقة بين اللغات اللاتينية والأوروبية، فالترجمة من الإنجليزية للفرنسية أو العكس أعلى بالدقة بكثير من الترجمة من الإنجليزية للعربية أو العكس. وتمتاز خدمة جوجل بالمرونة الشديدة في اختيار اللغة المصدر والهدف، حيث يمكنك استخدام اللغة العربية كمصدر واللغة الهندية كهدف، ويستطيع الخدمة إنجاز عملية الترجمة رغم أن محرك الترجمة قد لا يحتوي على نصوص مترجمة بين اللغتين، حيث يقوم محرك الترجمة بتحويل النص العربي إلى لغة شائعة مثل الإنجليزية التي توجد منها نصوص كثيرة للترجمة إلى اللغة الهندية والعكس، ثم يترجم هذا النص الإنجليزي إلى اللغة الهندية وهكذا. خدمة ياهو للترجمة بابل فيش ياهو دوت كوم. خدمة ياهو للترجمة لم تبلغ أبدا مدى التطور في خدمة جوجل للترجمة، فهي تتمتع بالقدر نفسه من المرونة والشمول، حيث لا بد أن تحدد اللغة المصدر واللغة الهدف من قائمة منسجمة تحتوي على اتجاهات الترجمة المتاحة من خلال الخدمة، وذلك بعكس جوجل الذي يمكنك اختيار أي لغة في المصدر وأي لغة في الهدف، كما أنها لا تحتوي على اللغة العربية ضمن اللغات التي تدعمها. خدمة مايكروسوفت للترجمة الآلية www.microsofttranslator.com، وهي خدمة جديدة من مايكروسوفت
وتعد الأقرب لخدمة جوجل للترجمة في مستوى الجودة والكفاءة والمرونة والشمول، وتضمن الترجمة من اللغة العربية لأي لغة، بالعكس وتوجد نسخة منها تعمل على الأجهزة المحمولة وأخرى تعمل مع برنامج ويندوز لايف ماسنجر للدردشة الصوتية والنصية، وهناك أدوات لتشغيل الترجمة على أي موقع ويب وفيما يلي عناوين إصداراتها المختلفة. لتشغيل خدمة مترجم مايكروسوفت على الهواتف المحمولة، وهنا هذا هو الموقع http://microsofttranslator.com. ولتشغيل خدمة الترجمة على برنامج ويندوز ماسنجر، أضف العنوان التالي إلى قائمة أصدقائك، وأداة ترجمة صفحة الويب مايكروسوفت ترانسليتر ويجت، يمكن إضافة نص كود هذه الأداة إلى تصميم موقعك لترجمة الصفحة أو عدة صفحات من موقعك تلقائيا وبصورة لحظية حسب لغة الجمهور أو الزوار، حيث تكتشف أن هذه الأداة المنطقة التي جاء منها زوار الموقع، وتقوم بترجمة صفحة الويب التي يزورونها حسب لغاتهم المحلية. www.microsofttranslator.com. وجد خدمة جاما ترانس. تم إنشاء خدمة جاما ترانس بالتعاون بين شركتي جرامر سوفت اي بي اس الدنماركية وشركة كيدرلو اس بي ار النرويجية، بهدف تقديم ترجمة آلية مستقلة عن جودة اللغات الإسكندنافية، وتعتمد هذه الخدمة على الأبحاث الجامعية المتطورة في مجال المعالجة الآلية للغة العربية ولسانيات المكانة اللغوية وعلم المعاجم. بالطبع الترجمة من وإلى اللغة العربية غير متاحة، ولكن قيمة هذه الخدمة لمن يعملون في اللغات الأوروبية غير الشائعة مثل الدنماركية والنرويجية والسويدية والبرتغالية. خدمة بابليون. يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الويب من خلال الموقع http://translationpavilion.com أو من خلال تنزيل برنامج بافيليون من الموقع، ثم تثبيت البرنامج، ثم شراء وتنزيل القواميس والمسارد المخصصة للبرنامج في مختلف التخصصات التقنية القانونية الطبية. وخدمة بابليون متاحة بأكثر من 75 لغة مختلفة. وكما يقدم موقع بابليون خدمة الترجمة الآلية، فإنه يقدم كذلك خدمة الترجمة البشرية للعملاء الذين يرغبون في الحصول على ترجمة عالية الجودة. فإذا كنت ترغب في التعاون مع هذا الموقع، فأرسل سيرتك الذاتية ونماذج من النصوص التي ترجمتها إلى هذا هو ursulapavilion.com، أو يمكنك إنشاء حساب في الموقع على الرابط التالي. وهو translatorlocalpavilion.com/register-spx. الحساب تذكر كل التفاصيل الخاصة بمؤهلاتك وخبراتك وسيرتك الذاتية وعضويتك في اتحادات الترجمة، وهذا الموقع دائما بحث عن مترجمين أكفاء في مختلف اللغات. هيك بتكون اتكلمنا عن الترجمة الذكية، اتكلمنا عن أدوات دخول عالم الترجمة الذكية. هذه محاضرة هامة لكل إنسان وكل مبتدئ يريد أن يستفيد ويدخل في عالم الترجمة وعالم الترجمة الإلكترونية فريلانس ترانسليشن. إذا أعجبتكم هذه المحاضرة تنسوش اللايك والاشتراك، وإلى لقاء آخر في محاضرة أخرى.